بيبدأ الفيلم بحكاية عن مجموعة من البط عايشين حياة سعيدة في بحيرة مية جميلة، بس كان في بطتين صغيرين حاسين بالملل وعلشان كده قرروا يستكشفوا العالم وسابوا البحيرة وانطلقوا، لكن في طائر مفترس هاجمهم وقدر يوقعهم في الغابة وكمان حاصرهم هو وأتباعه وضربوهم. وساعتها بنشوف ماكي اللي بيبقى بيحكي القصة دي لأولاده علشان يرعبهم وبيفكرهم إنهم ما ينفعش يبعدوا عن البحيرة لأن ده خطر جدا، وبيفضل يخوفهم من كل حاجة ممكن تقابلهم. بس بتقاطعه بام وبتحاول تطمن أولادها خصوصا جوين الصغيرة اللي بتبقى مرعوبة جدا، أما داكس ما بيبقاش مصدق كلام والده وبيسيبهم علشان يروح ينام، وبالرغم من إن جوين بتبقى خايفة بتودع باباها ومامتها وبتمشي علشان تروح تنام، وبتتضايق بام وبتزعق لماك لأنه بيخوف أولادهم، فماك بيشرح لها إن هو بيعمل كده علشان ما يبعدوش عن البحيرة ويعرضوا حياتهم للخطر، وبيناموا هما الاتنين في العش مع بعض. وتاني يوم الصبح بنشوف ماك وبام وهما بيلعبوا مع أولادهم وبيقضوا معاهم وقت سعيد وممتع جدا، وكمان بيعلموا جوين ازاي تطير وازاي تعوم بسرعة، اما داكس بيغرقهم بالمية وبيلعب هو وجوين. وفي يوم بتنبهر بام وأولادها لما بتوصل مجموعة من البط المهاجر للبحيرة، فبتتحمس جدا وبتطلب من ماك ان هما يروحوا يتعرفوا على مجموعة البط دي، وطبعا داكس وجوين بيبقوا راحوا للبط ورحبوا بيهم في البحيرة بتاعتهم. وبالصدفة داكس بيخبط في بطة لطيفة وبيعتذر لها، فالبطة دي بتقوله ان اسمها كيم وبتعرفوا هما الاتنين على بعض، وبتفهموا ان هي وعيلتها متجهين للجنوب، وبتستغرب لما بتعرف ان هو وعيلته مهاجروش قبل كده، وبتتحمس وبتطلب منه يجيب عيلته ويهاجروا معاهم وبتسيبه علشان تروح تعرف والدها. وفجأة بيجي ماك وبيزعق لداكس وجوين لانهم مشوا من غير ما يعرفوهم، فجوين بتقول لباباها ان داكس هو السبب وبتعرفه ان هو اتكلم مع بنت وطلب منها ان هما يتجوزوا، فبينصدم داكس وبيحاول يضرب جوين لكن بابا بيمنعه، بس كيم وعيلتها بيقطعوهم وبيسألوا ماك وبام اذا كانوا حابين ينضموا لهم ويهاجروا معاهم، ووالدة كيم بتقول لهم ان هما متجهين لمكان اسمه جامايكا وبتعرفهم ان المكان ده موجود في بحيرة المية بتاعتها بتنور، فبتتحمس بام جدا هي واولادها وبيبقوا عايزين يروحوا معاهم، بس للأسف ماك بيرفض وبيشكرهم على عرضهم وبيسيبهم وبيمشي، فبتستغرب عيلة كيم وبيودعوهم وبينطلقوا، وكمان داكس بيودع كيم اللي بتتمنى ليه وقت سعيد في البحيرة وبتطير. وطبعا بام بتروح لماك وبتزعق له بسبب اللي عمله وبتقول له ان هم نفسهم يهاجروا ويشوفوا العالم، وكمان بينضم لها داكس وجوين وبيترجوا باباهم ان هم يهاجروا المرة واحدة بس، لكن ماك بيرفض وبيفهمهم ان الهجرة مخاطرة كبيرة وممكن يتعرضوا للموت في اي وقت، وهو مستحيل يسيبوا البحيرة لانه مكان امن بالنسبة ليهم كلهم، فبتضايق بام وبتقول له ان هم مش هيفوتوا الاستمتاع بحياتهم علشان هو خايف يسيب بحيرة المية، وبتفهمه اهمية المغامرة والهجرة بالنسبة ليهم هم واولادهم علشان يشوفوا قد ايه العالم جميل، وبتقول له ان هو لازم يدرك اهمية الكلام ده قبل ما الوقت يفوت، وبتسيبه وبتمشي. وبالليل بنشوف ماك اللي بيبقى لسه واقف مكانه وبيفكر في كلام بام وبيتخض لما بيلاقي نفسه واقف فوق عمه اللي اسمه دان، فبيساعده وبيخليه ينزل للمية وبيسأله عن رأيه في الهجرة، فالعم دان بيقول له ان الحياة في البحيرة جميلة وامنة، بس هو لو فضل عايش هنا هيضيع فرصته في استكشاف العالم، وهيجي اليوم اللي مراته واولاده هيتخلوا عنه ويسيبوه لوحده. وطبعا ماك بينصدم من كلام العم دان، فبيرجع للبيت بسرعه وبيصحي بام واولاده وهو متحمس وسعيد، وبيقول لهم ان هو قرر انهم هيهاجروا لجامايكا، فبتفرح بام واولادها وبيحضنوا ماك اللي بيحضنهم كلهم. وبمجرد ما جوين بتشوف العم دان بتروح تطلب منه ان هو يهاجر معاهم لجامايكا، في البدايه العم دان بيرفض لكن جوين بتفضل تترجاه لحد لما بيوافق. وتاني يوم الصبح بيستعدوا وبيفردوا اجنحتهم وبيرفرفوا وبينطلقوا وبيطيروا فوق الغابه والاشجار، وبنشوف قد ايه بام وداكس وجوين متحمسين للرحله دي وبيطيروا وهم مبسوطين، بس ماك بيستغرب لما بيلاقي ان كل الطيور طايره عكس الاتجاه اللي هم طايرين فيه وما بيبقاش عارف السبب. وبعد شويه بتحصل عاصفه وبنشوف ماك وعيلته وهم مستخبيين من الامطار اللي بتبقى غزيره جدا، وبتحاول بام تطمن اولادها وبتقول لهم ان الهجره لسه هتبقى حلوه وجميله زي ما هي قالت لهم، بس فجاه بيترعبوا لما بيشوفوا رجول شكلها مخيف ومرعب، والرجول دي بتبقى الواحده من طيور الهرن اللي بتقرب منهم، وبترحب بيهم وبتعرفهم ان اسمها ايرينيا وبتسالهم عن سبب وجودهم هنا، ولان ماك وعيلته بيبقوا مرعوبين ما بيقدروش ان هم يردوا عليها، فايرينيا بتقول لهم ان الجو هنا برد وبتاخدهم علشان توديهم للعش بتاعها. وبينصدم ماك وعيلته لما بيشوف العش اللي بيبقى عباره عن بيت مهجور شكله مرعب
ومخيف، وبمجرد ما بيدخلوا البيت إيرينيا بتعرفهم على جوزها هاري اللي بيبقى طائر مفترس بس ما بيقدرش ان هو يتحرك من مكانه، فبيخاف ماك وعيلته وبيقرروا يمشوا، لكن إيرينيا بتمنعهم وبتقول لهم ان هم لازما يباتوا معاهم النهارده، وبتعرفهم انها تحضر لهم العشاء. وطبعا العم دام بيقتنع ان هو اللي هيطبخ وبيسيبهم وبيروح ينام. وبنشوف إيرينيا وهي بتدور في ادوات المطبخ وبتاخد طاسه وبترجع لماك وعيلته، وبتعرفهم ان هاري جوزها كان صياد ومفترس ماهر لكن دلوقتي ما عادش بيقدر يتحرك من مكانه، وبقت هي اللي بتجيب الاكل لحد البيت وبتطلب منهم يناموا في الطاسه على اساس ان هي سرير، ولانهم بيبقوا خايفين بينفذوا كلامها وبيقعدوا كلهم في الطاسه. لكن ماك بيترعب لما بيلاقي باقي سمكه متاكله، فإيرينيا بتعتذر لهم وبتتمنى ليهم ليله سعيده وبتطفي النور. وبالليل بنشوفها هي وهاري وهم نايمين على السرير، اما ماك وعيلته بيبقوا صاحيين وبيقرروا يمشوا ويسيبوا العم دان نايم لوحده في الحله. وبمجرد ما بينزلوا من الطاسه بيلاقوا إيرينيا موجوده قدامهم وبتسالهم هم رايحين فين، وبترعبهم وبتقول لهم ان بالليل الحيوانات المفترسه بتدور على الطيور علشان تاكلها، وفجاه بتهاجم داكس وجوين لكن ماك وبام بيمنعوها وبيمسكوها، بس هاري بينقض على داكس وجوين وبيحاول يمسكهم لكنهم بيتفادوه وبيجروا بسرعه علشان يخرجوا من الفتحه اللي ما بين الاخشاب، لكن الفتحه بتبقى صغيره. في اللحظه دي إيرينيا بترمي ماك وبام على السرير وهاري بيمسكهم من رقبتهم، وبتقدر إيرينيا تحاصر داكس وجوين اللي بيبقوا مرعوبين وخايفين منها وبيترجوها ما تاكلهمش، لكن فجاه بتظهر سمكه مفترسه وبتاكلهم، وقبل ما تبلعهم إيرينيا بتمسكها وبتخرج داكس وجوين وبتنقذهم، وبتشرح لهم ان بالليل الاسماك دي بتدور على اي طيور علشان تفترسهم. فبينصدم ماك وبام لما بيعرفوا ان إيرينيا وهاري كانوا بيحاولوا يحموهم مش ياكلوهم زي ما هم فاهمين. بعد كده بيناموا كلهم مع بعض على السرير وما بيبقاش ماك مصدق اللي حصل. وتاني يوم الصبح إيرينيا بتودع ماك اللي بياخد منها داكس وجوين وبيشكرها وبينطلق هو وعيلته، وطول الطريق بيفضل ماك وبام يتكلموا مع بعض عن اللي حصل وقد ايه هم كانوا مرعوبين، بس بيقطعهم داكس وبيطلب منهم يجوا وراه بسرعه، وفعلا بيروحوا وراه وبينبهروا من شكل السحب الجميل وبيطيروا ما بين السحب وهم سعده جدا ومبسوطين، وبيفضلوا يلعبوا مع بعض لمده كبيره، وكمان بيرموا السحب على العم دان وبيضحكوا عليه. وبعد شويه بيستغربوا لما بيشوفوا ضوء احمر تحت السحب وبيعدوا من فوقه، وساعتها بيكتشفوا ان هم وصلوا لمدينه البشر اللي بيبقى مكان جديد جدا بالنسبه لهم. وعلى اخر لحظه ماك بيتفادى الرافعه وبينزل على السطح وبيوقف نفسه على اخر لحظه، لكنه بيقع هو وعيلته من على المبنى، وقبل ما يوصلوا للارض بيطيروا تاني بسرعه وبيتفادوا العربيات والحواجز اللي بتقابلهم لحد لما بيدخلوا الحي ضيق وبيتخبطوا في صندوق القمامه. وطبعا ماك بيبقى مخضوض وبيطمن على اولاده، وكمان بيطلع للسطح وبيطمن على بام. اما بالنسبه للعم دام بيقع وبيتعلق في لافته بتتجه بيه للحديقه، فبينطلق ماك وعيلته وراه بسرعه علشان يروحوا يساعدوه. وبنشوف العم دان اللي بيقع جنب سندوتش وبيفرح جدا بيه، وقبل ما ياكله مجموعه من الحمام بتحاصره وبتهاجمه علشان تاخد السندوتش منه، لكن بيوصل ماك وعيلته وبيهاجموا الحمام وبيحاولوا يبعدوهم، وبيتعصب ماك وبيقول عليهم ان هم حمام مقزز، وساعتها بيقف كل الحمام مكانه، وبتيجي حمامه صغيره شكلها شرير وبتسالهم عن اللي قال عليهم مقززين، فكل اللي موجودين بيشاوروا على ماك حتى العم دان، فبتتعصب الحمامه وبتحاصر ماك وبتزعق معاه، وبتعرفه انها قائده مجموعه الحمام دي واسمها تشامب، وبتقرر هي وكل الحمام يضربوه لانه شتمهم، بس بتقاطعها بام وبتعتذر لها عن اللي حصل وبتقترح عليها ان هم يقسموا السندوتش مع بعض، وفعلا تشامب بتوافق والعم دان بيدي نص السندوتش للحمام. بعد كده تشامب بتتعرف على عيله ماك وبتقول لهم ان هم لو محتاجين اي حاجه ممكن يطلبوها منها، فبام بتعرفها ان هم تايهين وبتسالها ازاي يقدروا يروحوا الجامايكا، فتشامب بتقول لهم انها تعرف حد ممكن يقول لهم على الطريق لهناك، وبتطلب منهم يجوا وراها وبيستعدوا علشان ينطلقوا. ولما تشامب بتيجي تطير عربيه بتخبطها لكنها بتفضل عايشه، وبتحاول تطير تاني لكن برضه عربيه تانيه بتخبطها، وبعد محاولات كتير بينطلقوا وبيطيروا كلهم ورا تشامب وبيتفرجوا على جمال المدينه. وبالصدفه جوين بتلاقي بالونه هيليوم وبتمسك فيها، بس باباها بيروح يجيبها هي والبالونه وبيرجعوا يكملوا طريقهم. وبعد شويه بيوصلوا لسطح مطعم وبيتخضوا لما بيشوفوا طياره على شكل نمر، بس تشامب بتطمنهم وبتعرفهم ان الطياره دي بتاعت الطاهي اللي حابس صديقها في قفص، وبتاخدهم وبينزلوا من فتحه التهويه. وطبعا ماك بيعاني علشان يقدر ياخد البالونه معاه، وبيستغلوا ان مفيش حد موجود في المكان وبيخرجوا من الفتحه وبيروحوا لصديق تشامب اللي بيبقى بغبغان محبوس
في قفص، وبمجرد ما ماك بيسأله عن الطريق لجامايكا بيحزن البغبغان جدا، وده لانه كان عايش هناك، وبيوصف لهم الطريق اللي بيبقى بعيد وفيه متاهات كتير ومستحيل يروحوا لوحدهم، وبيعيط وبيتمنى ان هو يرجع يشوف عيلته واصدقائه تاني. فبيتأثر ماك واللي معاه وبيقرروا يساعدوه ويخرجوه من القفص، لكن القفص بيبقى مقفول بمفتاح، والبغبغان بيقول لهم انهم مستحيل يجيبوا المفتاح لانه مع الطاهي اللي موجود في المطبخ، والمطبخ ده مكان فظيع وممكن ينتهي بيهم الحال كوجبة من البط المشوي بالبرتقان. وبالرغم من كده داكس بيبقى عايز يروح يجيب المفتاح، لكن والده بيمنعه، فداكس بيقول لوالده ان مش معنى ان هو خايف من كل حاجة لازم ان هو كمان يبقى خايف منها. فبينصدم ماك وبيقرر يروح يجيب المفتاح وبيسيبهم وبيخرج، وبيتسلل من غير ما حد يحس بيه، وبيستغل ان الباب انفتح وبينطلق بسرعة وبيدخل للمطبخ على اخر لحظة، بس بيتفاجئ لما بيشوف الطاهي وهو بيشرف على المساعدين بتوعه، وبيقلع الجاكيت وبيديه لواحد من المساعدين، ولحسن الحظ ماك بيشوف ان المفتاح موجود في الجاكيت وبيراقب المساعد اللي بيروح يعلق الجاكيت ويمشي. فماك بينطلق وبيمشي بمنتهى الحذر وبيستخبى في قرعة علشان محدش يشوفه، بس بيتفاجئ بوجود بام اللي بتبقى مستخبية في أناناساية، وبيتسللوا هما الاتنين وبيقربوا من المفتاح، وماك بيساعد بام وبيمسكها علشان توصل للجاكيت. وقبل ما بام تاخد المفتاح ماك بيترعب لما بيشوف الطاهي وهو بيجهز بطة مشوية علشان يقطعها، فبينخض وبيسيب بام اللي بتاخد المفتاح وبتقع، وبالغلط بتشغل طفاية الحريق اللي بتطير وبتبهدل المكان. فبيتعصب الطاهي جدا من اللي حصل وبيطارد بام وماك وبيحاول يمسكهم، لكنهم بيجروا بسرعة وسط الشيفات والبوتاجازات، وبينصدم ماك لما بيشوف سكينة بتقطع برتقانة نصين، ولحسن حظهم بيقدروا يهربوا وبيخرجوا من المطبخ بسرعة. بس للأسف الموسيقى بتشتغل والناس بتتجمع حواليهم من كل مكان علشان ترقص، وطبعا ماك وبام ما بيبقوش قادرين ان هم يخرجوا من وسط الناس اللي بيبقى عددهم كبير جدا، لكن ماك بتجيله فكرة وبيرقص هو وبام وبيتفادوا كل ارجل الناس اللي بتبقى هتدوس عليهم. وبيتفاجئ داكس واللي معاه لما بيشوفوا ماك وبام وهم بيرقصوا بطريقة جميلة جدا، وبيفضلوا يرقصوا بمنتهى الروعة والجمال وهم سعداء جدا ومبسوطين، لحد لما بيبعدوا عن الناس وبيطلعوا فوق السلم، بس بينصدموا لما بيشوفوا الطاهي اللي بيبقى جاي عليهم علشان يمسكهم، فبيجروا بسرعة وبيرجعوا للمكتب وبيحاولوا يفتحوا القفص اللي البغبغان محبوس فيه، لكنهم بيواجهوا صعوبة كبيرة جدا، وساعتها العم دام بيضرب ماك وبيخليه يبلع المفتاح بالغلط. فبام بتمسك داكس وجوين وبتفضل تتنطط على ماك علشان تخرج المفتاح، لكن ده ما بيحصلش. اما الطاهي بيعد من وسط الناس وبينطلق بسرعة علشان يروح للمكتب، لكن تشامب بتقفل الباب على اخر لحظة، بس الطاهي بيقدر يكسر الباب وبيستغرب لما بيلاقي البغبغان محبوس في القفص ومفيش حد موجود في المكان. ولما بيدور على ماك واللي معاه بيبقوا مستخبيين ورا العمود وبيفضلوا يلفوا علشان ما يشوفهمش، بس لسوء الحظ البالونة بتتخرم وماك بيحاول ان هو يسيطر على الهيليوم، لكن الطاهي بيشوفهم، فبيتخض ماك وبيخرج الهيليوم وبيلف في المكان وبيخبط الطاهي وبيخرج المفتاح، وساعتها البغبغان بياخد المفتاح وبيفتح القفص وبيتحرر وبيطير عالي وبيبقى سعيد جدا. وبمجرد ما ماك وعيلته بيطلعوا للسطح البغبغان بيحضنهم وبيشكرهم، وبيقول لماك ان هو اشجع بطة شافه في حياته، وبيوعده ان هو هيعمل اي حاجة علشان يوديهم لجامايكا. وكمان تشامب بتقول لماك ان هو طائر مذهل، فماك بيشكرها وبيودعها هو وعيلته وبينطلقوا. وتاني يوم بنشوفهم وهم طايرين في السماء ومتجهين لجامايكا وبيبقوا متحمسين جدا، لكن جوين بتبقى عايزة تروح للحمام وبيضطروا ان هم ينزلوا ويستنوها لحد لما تخلص، بس جوين بتصرخ وبتقول لهم ان في حد بيبص عليها، ولما بيروحوا لها بيتفاجئوا بوجود رسمة لطائر، والرسمة دي بتبقى موجودة على باب كابو، وبينزلوا الكابو ده وبيستكشفوه، وبيستغربوا لما بيشوفوا سلم بيودي الباب تاني، ولما بيفتحوا الباب ده بيتفاجئوا بمجموعة من الطيور وهي بتلعب يوجا، وبمجرد ما الطيور دي بتشوفهم بتجري عليهم، وبيجي الزعيم بتاعهم وبيرحب بيهم وبيعرفهم ان اسمه جوجو، وبيقول لهم ان هم عايشين في مزرعة وفي اتنين من المزارعين الطيبين بيهتموا بيهم. وفجأة المزارعين بيفتحوا لهم باب الحظيرة، فبتخرج كل الطيور وهي سعيدة ومبسوطة، وبينبهر ماك واللي معاه لما بيشوفوا المزرعة اللي بتبقى عبارة عن اكوا بارك للطيور، وكمان بيركبوا جرار وبيتجولوا في المزرعة وبيستغربوا من الاكل اللي بيبقى موجود في كل مكان، وبيتفاجئوا بكل حاجة بيشوفوها خصوصا الست اللي بتبقى بتعمل مساج لواحدة من الطيور. بعد كده بينزلوا من الجرار وبيقرر ماك وعيلته ان هم يفضلوا هنا النهاردة، وبيتزلجوا على المية وبيلعبوا سوا وبيقضوا وقت جميل جدا مع بعض، وبتفضل جوين تضرب باباها
على اساس ان هو تنين مائي شرير وبينضم لها العم دان وبيعمل زيها. اما داكس بيسمع صوت شاحنه وبيروح علشان يتفرج عليها، لكنه بيتصدم لما بيشوف الطاه بينزل منها، وبينصدم اكتر لما بيلاقي الطاه بيدي فلوس للمزارع وده علشان يشتري منه الطيور، والطيور دي بتبقى مقتنعه ان هم رايحين في رحله ميدانيه. فداكس بيجري بسرعه وبيروح لجوجو وبيحاول يمنعه علشان ما يركبش العربيه، وبيستغرب ماك من تصرفاتهم وبيروح يطمن عليهم. وبمجرد ما بيشوف الطاه بياخد داكس وجوجو وبيستخبوا، وبيطلب من داكس ان هو يرجع لمامته بسرعه، وبيفضل علشان يفهم جوجو اللي بيحصل، لكن داكس ما بيسمعش الكلام وبيروح علشان يحذر باقي الطيور اللي بتبقى بتاكل جوه العربيه. بس فجاه الطاه بيدوس على جناحاته، فداكس بيقطع ريشه وبيتحرر، فالطاه بيثبته باستخدام الشوكه وما بيقدرش داكس ان هو يحرر نفسه تاني. بس لحسن الحظ ماك بيشوفه وبينقض على الطاه وبيهاجمه وبيحرر داكس، لكن الطاه بيحاصرهم هما الاتنين. وقبل ما يقتلهم ماك بيطلب من كل الطيور تخرج من العربيه، وفعلا الطيور بتخرج وبتوقع الطاهي. فبيستغل ماك الفرصه وبيهرب هو وداكس، وبيحذر بامو اللي معاها وبيطلب من كل اللي موجودين يطيروا بسرعه، فالطيور كلها بتطير ما عدا داكس اللي ما بيعرفش يطير بسبب ريشه المقطوع، لكنه بيركب على ظهر باباه اللي بياخده وبيطير، وبيهربوا كلهم من المكان على اخر لحظه، وده طبعا بيعصب الطاهي اللي بيقرر ينتقم منهم. وبنروح لماك والطيور اللي معاه اللي بيتعبوا من الطيران، وبيقرروا يستريحوا في المدينه لحد الصبح، وبينزلوا على واحد من المباني وبيتخانق ماك مع داكس وبيزعق له لانه ما سمعش كلامه وعرض حياته للخطر، فبيحزن داكس وبيسيبه وبيمشي. وبالليل طياره الطاهي بتبقى وصلت لنفس المدينه، وبنشوف الطاهي اللي بيبقى متعصب وهو بيدور على ماك واللي معاه. في الوقت ده كل الطيور بتبقى نايمه ما عدا داكس اللي بيبقى حزين وبيسيبهم وبيروح يقعد لوحده. بس جوين بتروح وراه وبتقول له انها تحضنه علشان يهدى، وبتفضل حضنه وما بتسيبهوش. وفجاه الطياره بتوصل لمكان ماك والطيور اللي بيخافوا وبيجروا بسرعه علشان يهربوا، لكن الطاهي بيرمي عليهم شبكه وبيمسكهم كلهم ما عدا داكس وجوين اللي بيستخبوا قبل ما يشوفهم. ومهما ماك حاول ان هو يخرج ما بيقدرش، وكمان الطاهي بيسحب الشبكه اللي بترفع كل الطيور في الطياره وبياخدهم وبينطلق. وطبعا داكس ما بيعرفش يروح وراهم لانه مش قادر يطير، وبيحزن هو وجوين. وفي الطياره الطاهي بينزل الطيور من الشبكه وبيحبسهم في قفص كبير وبيقفل عليهم الباب، وبيمسك ماك وبام وبيحبسهم في قفص لوحدهم وبيقفل القفص ده بشوكه وبياخدهم وبيخليهم جنبه علشان ما يحاولوش يهربوا. وبنروح لداكس اللي بيبقى لسه بيحاول يطير، وبتجيله فكره لما بيشوف ريش البغبغان على الارض. وبنرجع لماك وبام اللي بيحاولوا يخرجوا من القفص، لكن الطاهي بيوقفهم بكل سهوله، فبتحزن بام وبتستسلم وبتفقد الامل، لكن ماك بيشجعها وبيحمسها، وبالصدفه بيقف وبيخرج رجله من القفص. وساعتها بتجيله فكره وبيخلي بام تعمل زيه، وبيمشوا من غير ما الطاهي يحس بيهم، وبيفضلوا يرقصوا وهم ماشيين علشان ما يخرجوش اي صوت، وبينطوا علشان يدوسوا على الزر، لكن الطاهي بيوقفهم على اخر لحظه، فبتتعصب بام وبتعضه من انفه فبيتالم الطائر وبيرميهم. وقبل ما يرجع يمسكهم الطيور بتهاجمه بالفواكه والخضروات اللي موجوده في القفص اللي هم محبوسين فيه، وكمان العم دان والبغبغان بيكونوا مدفع وبيهاجموه بقذيفه قرع بتفقده الوعي، وبتوقعه على الزر اللي بيفتح الطياره، وطبعا بيقع الطاهي والقفص اللي ماك وبام محبوسين فيه. بس لحسن الحظ الشبكه بتمسك الطاهي وماك بيمسك في شعره على اخر لحظه، بس للاسف ما بيقدرش ان هو يتحمل وزن القفص وبام، وبيقعوا هما الاثنين. وساعتها بيستسلموا للموت وبيحضنوا بعض وبيفقدوا الامل في الحياه، لكن بيتفاجئوا لما بيشوفوا جوين وداكس اللي قدر يطير باستخدام ريش البغبغان. وبينطلق داكس بسرعه ورا القفص وبيحاول يشيل الشوكه، وبتنضم له جوين وبتساعده، وبيتحدوا هما الاثنين مع بعض وبيشدوا الشوكه بكل قوه، وبيقدروا يفتحوا القفص وبيحرروا باباهم ومامتهم اللي بيحضنوهم وهم فرحانين جدا. اما البغبغان والطيور اللي معاه بيكسروا باب القفص وبيتحرروا وبيخرجوا من الطياره، وبيسيبوا الطاهي متعلق في الهواء. وبتروح كل الطيور لماك وعيلته وبيفرحوا لانهم عايشين، وبينبهر البغبغان لما بيشوف ريش داكس وبينطلقوا وبيكملوا رحلتهم. وبعد مسافه طويله جدا بنشوفهم وهم قاعدين في نص البحر ومش عارفين يمشوا من انه اتجاه، لكن فجاه بيشوفوا ان المايه اللي تحتهم بتنور وبينبهروا بشكلها الجميل، وخصوصا بيم اللي بتبقى سعيده ومبسوطه. وبيتفاجئوا لما الشمس بتطلع وبيكتشفوا ان هم وصلوا لجامايكا اللي بتبقى جزيره مذهله، فبيستعدوا كلهم وبيتولى داكس المقدمه وبيفردوا اجنحتهم وبينطلقوا وبيطيروا وبيستكشفوا الجزيره. وبيفرح البغبغان لما بيقابل اصدقائه وعيلته اللي بيحتفلوا برجوعه ليهم تاني، وبينبهر ماك وعيلته لما بيشوفوا البغبغانات وهي طايره في السماء، وبينزلوا في البحيره وبيستمتعوا بجمال الميه. وبيتفاجئوا لما بيقابلوا عيله كيم اللي بترحب
بيهم في المكان وبتفرح كيم بشكل جناحات داكس الجديدة. أما بام بتشكر ماك على اللي عمله علشانهم، فماك بيشكرها هو كمان علشان هي اللي فتحت عينه على جمال العالم. فبتفرح بام وبتحضنه وبيرقصوا مع بعض على الشاطئ، وبينضم لهم البغبغان وكل الطيور وبيرقصوا معاهم وبيعملوا زيهم. وفي موسم الهجرة التاني بنشوف عيلة ماك وهم بيستعدوا علشان يرجعوا لبيتهم، لكن بيجي ماك وبيقول لهم ان هو لقى طيور تايهة ولازم يساعدوهم ويرجعوهم لموطنهم. فبتنصدم بام لما بتشوف الطيور اللي بتبقى بطاريق، وبتعرف ماك ان موطن البطاريق في القطب الجنوبي. وبالرغم من كده ماك بيشجع عيلته وبيقول لهم ان دي هتكون مغامرة جميلة وهيعدوا على اماكن جديدة، وبينطلقوا علشان يروحوا للقطب الجنوبي. وفي النهاية ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة علشان تشوف الفيديوهات الجاية، وكمان تخش تشوف الفيديوهات اللي فاتت. سلام.